the Zoom meeting with Dr. Asoha. Thank you, Dr. Next. اعتذرت. طيب next speaker is Dr. Amiri. Yes, she will talk us about the phallotetralogy or tetralogy of phallot MRI. صباح الخير. أنا ميري ربيع، زميل أشعة في معهد القلب. Our talk today هتبقى about MRI and tetralogy of phallot. الobjectives المفروض على اخر التوك دي نكون عارفين ايه هي اللونج تيرم كونسيكونسز للعيانين الريبيرد فالو، وايه هو الناتشرال هيستوري بتاعهم. تاني حاجه عايزين نبقى عارفين ايه هي الانديكيشن بتاعت البلمونري فالف ريبليسمنت في العيانين دول. واخر حاجه عايزين نخرج من المحاضره عارفين ايه هو الرول بتاع الام ار اي في الاسسمنت في العيانين بتوع ريبيرد فالو. هنبتدي من الاول خالص الامبريولوجي بتاع الفالو. هو الفالو ازاي بيحصل؟ هو كل مشكله الفالو ان هو بيبقى عندنا مشكله انه بيحصل anterior and superior displacement للانفانديبولار septum، فمش بيحصل healing او مش بيقابل الماسكولار septum، فبيكون عندنا لارج في اس دي. واللارج في اس دي ده نتيجه لكده بيبقى الاورتا اوفر رايدنج بوست فنتريكل، ليفت فنتريكل ورايت فنتريكل، ونتيجه الانتيريور ديسبيسمنت للانفانديبولار سبتم بيعمل ناروينج وستينوزس في الانفانديبولار بتاعه البلمونري ارتري. وسبسيكوينتلي نتيجه الار في نتيجه البريشر اوفر لود والانفانديبولار ستينوزس بيبقى عندي ار في هايبرتروفي. ودول الفور مين كومبوننتس بتاعه الفالو اللي هم large VSD, overriding aorta, infantibular stenosis, and RV hypertrophy. طيب لو فكرنا القصة دي هتنتج عنها ايه؟ هينتج عنها cyanosis للعيان الفالو لانه عنده مشكلتين: mixing of blood left مع right. الحاجة التانية انه العيان ده بيبقى عنده decrease الفلو على البلمونري، فالبيبي ده بيبقى cyanosis. عشان نحل مشكلة البيبي ده هيبقى عندنا two main components. أول component إن إحنا نعمل VSD closure when realign الأورطة مع left ventricle، ودي usually بتبقى حاجة سهلة، خطوة سهلة ما فيهاش منها مشاكل. المشكلة الوحيدة اللي ممكن تبقى نلاقيها بعد كده في الفولو أب إن هو يبقى عندي residual VSD، يكون نتيجة إنه ما قفلش كويس أو غرزة فكت أو كان في مشكلة في القفل بتاعة الـ VSD. المشكلة الخطوة الثانية في التريتمنت بتاع أو الريبير بتاع الفالو هي الـ RVOT reconstruction، وده according للباثولوجي نفسه. زي ما اتفقنا في الامبريولوجي انه بيبقى عندي anterior displacement هو اللي بيكوز الـ RV infundibular stenosis. ده بيبقى بديجريز، ممكن يبقى simple أو mild infundibular stenosis up to إن هو يبقى عندي pulmonary atresia ويبقى عندي البيبي ده cyanosed جدا وما فيش continuation. فخطوة الـ RVOT reconstruction بتفاري according للدجري بتاعة الفالو نفسها، من simple resection في المسل باندل تو ان احنا نفتح الفلو قدام البلمونري up to ان احنا نعمل extensive transannular patch، وان هو نوسع الانفانديبولر ونحط patch بحيث ان احنا نوسع الطريق قدام البلمونري. طيب this يعني usually الخطوة دي بيبقى فيها مشكلة ان هي غالبا بتديسربت الانتجريتي بتاعت البلمونري فالف. فusually العيان ده هيخرج بsome sort او some degree of pulmonary rigor نتيجة الافكشن على البلمونري فالف، من اول ان هو يبقى mild pulmonary rigor up to ان هو يبقى free pulmonary rigor في حالة transannular patch. تمام؟ So, غالبا العيان ده الجود الاوتكم الايرلي بيبقى فيري جود. عيان دخل cyanosed وازرق هيخرج saturation 100%، لكن عندنا مشكله في الليت اوتكم نتيجه المشكله اللي هو خرج بيها اللي هي according to degree للديسربشن بتاعه البلمونري فال، هيخرج بسام سورت اوف بلمونري ريجرج زي ما اتفقنا. بلمونري ريجرج ده هيزيد مع الوقت، مايلد
يبتدي يزيد، ونتيجة لده هيبتدي يحصل RV dilatation as volume overload من البلمونري ريجرش، يبتدي ال RV يدايليت، ونتيجة الدايلاتيشن بتاعت ال RV هيبتدي الانيولس بتاع الرايت فنتريكل هيدايليت، ويبتدي يكون عندي تريكاسبت ريجرش اللي هيزيد مع الوقت ويزود كمان فوليوم اوفرلود، فيبتدي الدايلاتيشن مع السنين والبيبي بيكبر او الطفل ده بيكبر، البلمونري ال RV دايلاتيشن هيزيد ويعدي من ستيبل RV دايلاتيشن لسب كلينيكال RV دايلاتيشن اندنج ان هو RV و LV dysfunction، وبيأند بهارت فيلير اللي هيبقى كوز اوف مورتاليتي في العيانين دول. وان اوف ذا مين كوزز اوف مورتاليتي هو الار في فيلير او الهارت فيلير نتيجه بدايه القصه بالبلمونري ريجرج اندنج بالديس فانكشن والدايلاتيشن العنيف اللي هيحصل. طيب احنا لو عايزين نحل المشكله دي هتبقى هاو، هنفكر ان احنا نحل القصه دي لو احنا عارفين انها بتبتدي بالمونري ريجرج نتيجه العمليه او الريبير نفسه، وعندي هتنتهي بهارت فيلير، فانا محتاجه اكسر الفاش السيركل اللي احنا دخلنا فيها دي، فيبقى احنا محتاجين نكسر الفاش السيركل. لكن الفكره امتى؟ هل من الاول خالص، من اول ما احنا عارفين واحنا في الريبير الاولاني كان عندي مشكله مع البلمونري ريجورج نتيجه الديسربشن في الفالف، فالجراح يغير البلمونري فالف في الستيب الاولانيه، او ايرلي مجرد ما يبتدي الاقي الار في دايليتيشن وانا بعمل فولو اب للعيان يبتدي دايليت اقول له انت تروح تغير البلمونري فالف، ولا استنى ليت خالص لما الار في دوت يدخل في فيلير؟ هو ده السؤال. عشان القصه دي فكره ان احنا مش محتاج، يعني فكره او مشكله التو ايرلي ريبليسمنت للبلمونري فالف هتحصل، هتوجد لي مشكله ان الفالف ده او ده البيبي ريبير يوجوالي بيحصل في سن صغير، والطفل ده هيكبر فهيحتاج مالتيبل ريبليسمنت للبلمونري فالف. البلمونري فالف اللي هركبه وهو صغير سنه سنتين مش هيبقى مقاسه مناسب لان البيبي هيكبر، والفالف اللي انا مركباه مش هيكبر فهيحتاج يتغير كذا مره، وده بيكاري ريسك طبعا ان هو هيدخل عمليه اوبن هارت سيرجري مالتيبل تايم. طيب مشكله الليت، ان الليت دوت هيبقى انا ممكن اوصل لمرحله الار في فيلير ان هو يبقى ريفرسبل، والرايت فنتريكل دوت ما ينفعش يستحمل وهيبقى باد اوت كم على العيان حتى لو غيرت البلمونري فالف. فانا عايزه اختار بيست تايمينج اعمل فيه بلمونري فالف ريبليسمنت عشان أدي best outcome للعيان بتاعي. So researches كتير اتعملت ووصلوا ان هو بقى عندي guidelines حطت indication للpulmonary valve replacement. ال indications دي بتفاري according العيان ده symptomatic، فيبقى محتاجة one criteria من اللي احنا هنقولهم، ولا asymptomatic محتاجة two criteria من اللي هنقولهم. طيب خلينا نشوف مع بعض ايه هي الكرايتيريا عشان نبقى عارفين احنا هنديتكت ازاي الكرايتيريا دي اللي اتحطت. اول حاجه في الكرايتيريا هي الار في اند دايستوليك فوليوم اندكس، اللي هو الار في فوليوم مقسوم على البادي سيرفيس بتاعه العيان، لو مور ذان 150 مللتر بير متر سكوير، او على الزد سكور معدي 4، او الريشيو ما بين الار في للال في اند دايستوليك فوليوم معديه الاثنين، يبقى دي اول كرايتيريا. تاني كرايتيريا الار في اند سيستوليك فوليوم اللي هو معدي 80 مليمتر بير متر سكوير، والار في ايجكشن فراكشن لو قلت عن 47، الال في ايجكشن فراكشن لو قلت عن 55، بريزنس اوف لارج ار في او تي انيوريز، بريزنس اوف سيفير اورتيك ستينوزيس، بريزنس اوف مودريت تو سيفير ترايكوسبيد ريجرج، وجود ليفت تو رايت شنت ده نتيجه ريزيديوال في اس دي، والكيو بي كيو اس اكتر من 1.5 بلس الكيو ار اس ديوريشن لو عدت 160 ملي سكند، وار في او تي اوبستراكشن ويز سيستوليك بريشر مور ذان 0.7 سيستميك بريشر سستين تاكي اريزميا ريليتد تو رايت سايد هارت فوليوم. تمام، يبقى انا تقريبا عندي اراوند 11 اور 12 كرايتيريا، لو بصينا عليهم هنلاقي ان الام ار اي كان ديتكت أراوند 8 من الكرايتيريا الام ار اي هيقدر يحدده. هنلاقي عندي بعد كده انه مش بس ان انا عندي ارقام هي اللي هتدخلي العيان، لا انا عندي ويندو، لو قدرت ابيك العيان بتاعي في الويندو ده اللي هو الان دايستوليك فوليوم اكتر من 150 بس ما عداش ال 180، لو قلنا على السيستوليك فوليوم
اكتر من 80 بس ما عداش ال 95 انا هقدم العيان بتاعي بيست اوت كوم. اتاخرت عن كده هيبقى الاوت كوم بتاعي هيوش عن كده. طيب يبقى انا محتاجه ان انا اقيس الحاجات دي او اعمل لها assessment very accurate باقل حاجه فيها انترا اوبزرفر او انترا اوبزرفر ديفرنس يعني او فيها اجريمنت عاليه. يبقى ده رول بتاع ام ار اي زي ما هنشوف مع بعض. الجزء الاخير في المحاضره هو ازاي الام ار اي بيقدر يديتكت الثمانيه كرايتيريا اللي احنا قلناهم very accurately with high انترا اوبزرفر وانتر اوبزرفر اجريمنت. زي ما احنا عارفين الام ار اي هو جولد ستاندرد لقياسات كل الفانكشنز والفوليوم. علشان انا ما عنديش مشكله الجيومتريك اسامبشن انا بقيس فوليوم وفانكشن والجهاز بيحسب لي ايجكشن فراكشن. ببساطه ان انا باخد بكفر الفنتريكل كله من اول الايبكس لغايه البيز وبقدر اجيب اند سيستول واند دايستول واعمل كونتورنج للكافيتي في الاند دايستول والاند سيستول واوتوماتيكالي الجهاز بيبتدي يحسب لي ejection fraction end diastolic volume end systolic volume of post right ventricle and left ventricle. So يبقى انا مجرد ما حسبت او عملت endo contouring الجهاز اوتوماتيك هيطلع لي خمسه من الكرايتيريا او اربعه من الكرايتيريا وهيقول لي اذا كانت هي within the window دوت ولا العيان دوت نقدر نستنى شويه نعمله فولو اب وناخر ميعاد العمليه ولا ده ميعادها ولا فات ميعادها. تمام. نيجي للحاجة اللي بعد كده هي presence of RVOT aneurysm. دي حاجة بنشوفها بوضوح بسهولة في الثاني images. نقدر نشوف الانيوريزم as bulge وفي شوية dyskinesia في الثاني images وفي الليج جادولينيا بنقدر نشوف إذا كان في fibrosis إذا كان ده مكان الـ RVOT patch. بعد كده الـ aortic regurgitation as one of the criteria if severe. هنقدر نشوف الـ regurgitation في الـ semi images في صور الـ street chamber والـ LVOT اللي هو الـ backward flow during diastole. نقدر نقيسه accurately بالـ through plane images phase encoding sequence ونقدر نحط عليه روي على الـ workstation ويقول لي كمية الـ forward flow والـ backward flow ونحسب regurgitation volume ونقول إذا كان الريجرج ده مايلد ولا مودريت ولا سيفير ولا تريفيال ونقدر نأسس very accurately. الحاجة اللي بعد كده هو quantification of tricuspid regurg as in the tricuspid regurg من الكريتيريا لو مودريت أو سيفير. فنقدر نقيس التريكوسبيد مش دايركت بس هنقدر نقيسه indirect عن طريق معادلة بسيطة ان احنا نشوف الستروك فوليوم of the right ventricle ونشوف الفورورد فلو from على البلمونري artery ويبقى نعمل معادلة بسيطة الستروك فوليوم of the right ventricle minus الفورورد فلو على البلمونري artery هيقول لي كمية التريكوسبيد ريجرج قد ايه ونقسمها على الستروك فوليوم ونطلع ريجرجتيشن فراكشن ونقول ده مايلد ولا مودريت ولا سيفير. هنيجي بعد كده بطريقه دايركت نقدر ناسس البلمونري ريجورج عن طريق صور الثاني الفيز انكودنج ايمجز ونقدر نخطط عليها ثرو بلين ونحط الروي بتاعنا ونرسم الكيرف زي ما عملنا في الاورتيك ريجورج وهيقول لي الفورورد فلو قد ايه والباكورد فلو قد ايه ونعمل المعادله بتاعتنا ونطلع ونقول اذا كان مايلد ولا مودريت ولا سيفير. نقدر ناسس بريزنس اوف residual stenosis عن طريق الارتيفاكت الاليزنج ونجيب maximum velocity ونestimate الجريديانت بمعادله برنولي equation for v square. ده نقدر نشوف لو كان في residual stenosis على المين pulmonary او right او left pulmonary artery. كمان هنعرف نشوف لو في residual shunt ونقيسها ونحسب ال QP QS هل هي معديه الواحد ونص ولا لا. Take home message: The patient with fallow post-operative must have CMR for deciding perfect timing of pulmonary valve replacement with good outcome. CMR study would help optimal management of those patients. Thank you. Thank you, Dr. Ali. Any questions for Dr. Amil? Okay. Now we have the Fuji Symposium.